التجربة كتير كانت رائعة، والأغاني كان مفروض إنه عشان عملناها ميكس مع فرقة موال للغنى العربي، فبالتالي كانت أغانيهم أكتر عن فلسطين وعن الحياة، فأغانينا أصلاً هي عن فلسطين، فبالتالي ما قدرناش غير إنه نغني هيك، وكمان نطلع إشي من الإحساس يكون أحسن، يعني مش إنه نكتب وبعدين نغني، لا إشي جاهز إنه يكون إحساس له أكتر. لأنه كتير من الشعب صار يتأقلم مع الراب، مزبوط سياسة جديدة على المجتمع عنا، بس كتير شباب تأقلمت معاها، شباب صغار مشاهدينا. رح ننتقل لآخر موقع ونكون مع عرض موسيقي بنتمنى تستمتعوا فيه، خلوكم معنا. Thank you.